السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعي قناة أسواق الجزيرة للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله وبياكم أينما وجدتم. اليوم 27/9/2023، نحن متواجدين في مزاد البقارة في سوق العلف، وتحديدا عند الدلال أبو أحمد البجاري. نتعرف على وضع السوق بشكل عام يا شباب، ادعمونا ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا أسواق الجزيرة للمواشي على اليوتيوب. ما عندنا شيء على الفيسبوك يا شباب، يعني المشترك بالقناة يشترك بالقناة حتى يستفيد ويفعل زر الجرس لتصلوا كامل المقاطع. ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة لحركة السوق، حركة سوق الأغنام، الحركة والله ضعيفة. فتنشوف أشياء ذي نعكس سلما على أسعار الحبوب ولا ما له علاقة، يعني كان نشوف به حركة. يعني بالنسبة للشعير، للحنطة، شوف بيبيع وشراء. فادعمونا، وصلنا 5000 مشترك حبايب قلبي. لكل مشتركينا، لأي استفسار أخوكم أبو غزال البجاري، 0997-419-318، هذا رقمنا الويتسس آب. ما شاء الله تبارك الله، سوق زين ورزق كثير، حنطة، شعير. بالنسبة لأسعار، بالنسبة للمواد الحب، يعني حنطة وشعير كثير. أما خبز الخالق مواد علفية، يعني تعال نشوف شنو الأسعار، شنو الوضع بشكل عام. ما شاء الله تبارك الله. نبلش من عند أبو أحمد البجاري يا شباب، نتعرف على الأسعار بشكل عام، كأسعار الحنطة وأسعار الشعير، الخبز، أنخالة، كمواد علفية. أبو أحمد البجاري شلونك؟ حياك. عم حاكيك أنا من الطائرة. شلون الأسعار أبو أحمد اليوم؟ والله الأسعار ممتازة جدا. الخبز، أنخالة، كله ماشي. خلينا نبلش من مواد العلف وإحنا طالعين. والخالة 2200 خبز ونخالة. نعم. طيب شعير حنطة؟ شعير 4.5 وانت نازل. 4500 وانت نازل. 4500 ونزول. والنهاية على 4000. والنهاية على 4، على من 4 إلى 4.5. تمام. الحنطة أبو أحمد؟ الحنطة 6300 وانت نازل. وانت نازل. هسه قاعد نوزن بستة. ستة ألماني ولا سوري؟ لا سوري، خبز. خبز ممتاز ما شاء الله. درجة أولى، هم زين بذار. هم بذار، ستة هم بذار. ما شاء الله. أقل شيء أبو أحمد حنطة، أقل شيء. أقل شيء 4300. أربعة وثلاثمية. يصير بذار؟ لا ما يصير بذار. بس يصير خبز. أيوة. تمام أبو أحمد. جزاك الله خيرا يا أبو أحمد. حبيبي يا أبو أحمد، الله يجزاك خير. حياك الله. هاي الأسعار يا شباب بشكل عام، خذيناها من عند أخونا أو أخانا أبو أحمد البجاري من فوق القاطرة، مو فوق الطيارة، ترى راكبين فوق القاطرة يا شباب. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي القاطرة جاي يحمل بيها شعير مع شنو؟ صلاة سيدنا محمد. الحنطة يا شباب جاءت تنباع من 6300 وجوة وتحت. الشعير من 4.5 وتحت، يعني من 4 إلى 4.5. الحنطة تقريبا من 4300 ل 6300. هاي جاي يوزن 6300 حنطة بذار ودرجة أولى، وهم يعني خبز ما شاء الله تبارك الله. كمواد على فيه الخبز والخلا 2200، ما عرف قالنا 2100 ما أتذكر مزبوط. يعني شوفونا بالفيديو. يعني حياكم الله وبياكم كل متابعينا أينما موجود. هذا سوق العلف في سوق البقارة، حركة جيدة، الوضع ماشي حاله، ونشكر الله ونحمده على كل حال. احنا على وجه بدء موسم البذار ان شاء الله تعالى، وان شاء الله يكون موسم خير باذن الله تعالى. احنا في نهاية التاسع، شهر 9، شهر ايلول، سبتمبر، وان شاء الله احنا على وجه شهر اكتوبر العاشر. ومثل ما يقول النشرات الجوية وحوالي الطقس تبشر بالخير ان شاء الله. ان شاء الله تبشر بالخير بامطار طيبة ان شاء الله تعالى على الجزيرة بشكل عام، على سوريا بشكل عام. الله يرد القائبين لبلادهم، وتحية لكل متابعينا أينما وجدوا صغيرا وكبيرا، وأخواتنا المتابعات إذا يبي متابعات، تحياتنا لكم أينما وجدتم. أخوكم أبو غزال البجاري من سوق البقارة، سوق الأعلاف، اليوم الأربعاء، تحياتي لكم.